بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فكرامات الأولياء ثابتة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا قصة مريم، ومريم لم تكن نبية ولم تكن قط نبي أنثى ولا من الرجال ذو فعالي، حينما أمر الله سبحانه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وأيضا قبل هذا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ويعني قصة أصحاب الكهف وهي كرامة لأنهم لم يكونوا أنبياء، والحوادث متعددة حتى في قصة سيدنا سليمان مع الذي عنده علم من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكرامات الأولياء ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة على هذا، سواء من السنة القولية كقصة أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار، ويعني حوادث كثيرة ليست محل نزاع. ولذلك أهل السنة والجماعة قاطبة يقولون بثبوت كرامات الأولياء. أهل السنة والجماعة كما في الجوهرة، جوهرة التوحيد للقان، يقول وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. الوهابية ما موقفهم من الكرامات؟ الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل وتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي، راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، فيحاولون دائما أن يربطوه بأنفسهم. هم رسميا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة وإن كانوا ليسوا من أهل السنة والجماعة، وبما أنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة فهم يعلنون قبول كرامات الأولياء رسميا، أما عمليا فهي مجال للسخرية والهزو من الأولياء والصالحين. تجد هذه متعة مجالس الوهابية حينما يأتون إلى كرامات الصالحين الأولياء المروية ويهزؤون بها ويسخرون من أصحابها ويسفهون عقولهم ويسمونها خرافات إلى آخره. هذه الوهابية منذ ابتلى الله تعالى المسلمين بها حتى يعني يعلم صبرهم وثباتهم على الحق، فالله سبحانه يختبر عباده بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ولكن لفت انتباهي أمر غريب جدا. قبل أن أذهب إلى الحجاز كانت الحرب الأفغانية مشتعلة وكانت على أوجها، كانت في شدتها. جاء بعض الأساتذة ممن كان هناك في إعارة، وبعض الأساتذة من الصوفية ليس من الوهابية، فيروي عجبا، يقول يذكرون كرامات المجاهدين الأفغان في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام وفي منابر المساجد في الحجاز. فكنا نقول سبحان الله، كيف يكون هذا؟ طبعا الأفغان كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، ولا غرابة أن تحصل معهم كرامات، لأن هذا يعني شأن الصالحين والأولياء، وهؤلاء يقاتلون في حرب عادلة، يجاهدون المستعمر المحتل الشيوعي الذي يريد أن يعني يأخذ بلادهم. ولكن التجيش الوهابي لهذه الحرب من أجل تفتيت الاتحاد السوفيتي لمصلحة أمريكا، هنا هذه زاوية خاصة من هذا الجهاد، ولذلك هذا النوع من الجهاد كان جهادا مشبوها، لأن القصد منه كان نصرة أمريكا على روسيا. هل المجاهدون هؤلاء كانوا كذلك؟ لا، كانوا بسطاء، وكثير منهم كانوا من الصالحين والصادقين ومن حفاظ القرآن
ومات في الصف الأول في الجهاد، صحيح؟ هذا كلام كله صحيح، ولكن التجيش الإعلامي كان لصالح هذه الفرقة من أجل تفريغ الطاقات، بدل أن تذهب الطاقات إلى فلسطين لتجاهد فيها. وجدنا فلسطينيين يذهبون إلى أفغانستان ويقولون من هنا يبدأ الجهاد، وجاءت أدبيات أن الوحدة هذه الإسلامية وقضية حدود سايكس بيكو وغير. طيب يا أخي، قضيتك الأولى فلسطين، قضيتك الأولى ليس أفغانستان. أفغانستان أهلها رجال يستطيعون القيام بالواجب، وقد أثبت التاريخ هذا. المهم، كان النشر لكرامات المجاهدين الأفغان، حتى ألف واحد من هؤلاء آيات الرحمن في كرامات المجاهدين الأفغان أو شيء من هذا القبيل، وربما أكثر من مصنف. السؤال الذي يطرح نفسه، طالبان هي طالبان، هي من المجاهدين الأفغان، وقد كانت تحمل السلاح ضد السوفيت وانتصرت بفضل الله سبحانه وتعالى ودحرت روسيا وأسقطت الحكومة الموالية للاتحاد السوفيتي. الآن طالبان بعد ذلك أعلنوا دولة إسلامية، أعلنت أمريكا الحرب عليهم، أمريكا رأس الإمبريالية ورأس كل بطش في العالم والراعي الرسمي للكيان الغاصب المجرم المعتدي لأرضنا ومقدساتنا في القدس الشريف على مدى ما يقرب من 3/4 القرن، دعم مباشر بلا حدود. الآن الأفغان يقاتلون العدو التاريخي للمسلمين. سؤال الذي يطرح نفسه، لماذا بطلت كرامات الأفغان؟ حينما كانوا يقاتلون الروس، السوفيت تحت إشراف ومباركة CIA الأمريكية، كان هناك كرامات. طيب، بعد أن حاربوا أمريكا وهزموا أمريكا كما هزموا روسيا من قبل، بل هزموا من قبل بريطانيا التي كانت عظمى، بريطانيا التي كانت عظمى احتلت الهند واحتلت الباكستان واحتلت كشمير، كل هذه المناطق المجاورة، فجاءت إلى أفغانستان وأرسلوا أول حملة على ما أذكر كانت بقيادة شخص أنجليزي اسمه برايدانت، أظن اسمه برايدانت، معروفة مشهورة جدا في التاريخ الأفغاني حملة برايدانت. برايدانت هذا أباد الأفغان جميع حملته العسكرية، لم يبقى إلا هذا الرجل، هو هذا برايدانت. ماذا فعلوا به؟ جدعوا، قطعوا يده ورجله من خلاف، وجدعوا أنفه وشوهوا، ولكن بقي حيا، وأرسلوه على حمار أو على حصان أو هكذا الشيء إلى المعسكر الإنجليزي. هذه هدية لكم، خذوا تفضلوا. بعد ذلك لم تفكر بريطانيا بدخول هذا البلد، هذا بلد سني عريق حنفي ما تريدي، الوهابية منتشرة في كل مكان إلا في أفغانستان. انتشرت الوهابية في أفغانستان من أجل تفتيت الأفغان بعد ذلك بتفجيرات وعمليات يعني هذه قاعدة والقائمة ومع شيء كذا اسمه هذا داعش ومدعوش، ما أجرت عملية واحدة ضد أمريكا في هذا المكان. الآن كل عملياتها في قتل المجاهدين الأفغان. السؤال، لماذا بطلت كرامات المجاهدين الأفغان؟ المشكلة في عندنا عقول سطحية ولا يقبل في حال من الأحوال أن يراجع نفسه وأن ينظر وأن يقرأ تاريخ هذه المنطقة، يقرأ قراءة موضوعية، يقرأ تاريخ بلاد المسلمين وماذا حصل من أيام سقوط الخلافة ودخول الاستعمار، وما الذي حصل، والضباط الإنجليز الذين دخلوا وبعضهم أظهر الإسلام وبعضهم لم يظهر الإسلام وبعضهم بقي على كفره وهم يخططون من الداخل،
يديرون البلاد لصالح أعداء الإسلام. الجهاد الذي كان شبحا مخيفا مرعبا لكل أعداء الإسلام استطاعت بريطانيا أن تحتال عليه بوسائل معينة، أنشأت أديان تحارب الجهاد، القاديانية والبهائية وكذا، وأنشأت فرقة وهي الأخطر لأنها تتكلم باسم الإسلام وباسم أهل السنة والجماعة، الفرقة الوهابية، فاستطاعت أن تسخر الجهاد الوهابية لخدمة بريطانيا ثم أمريكا، ولا يزال الحبل على الجرار، لا يزال إذا ما أرادت أمريكا أو بريطانيا أن تفتح بؤرة جهادية من أجل تفريغ طاقات المسلمين ومن أجل تحقيق مصالح استراتيجية لها في المنطقة ومن أجل صرف الناس عن القضية الكبرى، قضية فلسطين. وقالت عند ذلك حي على الجهاد، بدل أن يذهب الناس إلى الجهاد الحقيقي الآن يذهبون إلى جهاد مزيف لصالح أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.